صباح الأحمد سابعة والمطلع ثامنة محافظتان جديدتان تلحقان بالمحافظات الست جديد مقترح للمجلس البلدي على طاولة نقاش ينتظر موافقة في قاعة جابر الأحمد تقدمت أنا وإخواني الأعضاء حمدي العازمي وعبد الله الرومي في مقترح إضافة محافظات إلى المحافظات القائمة هذا المقترح هو تخفيف العبء على المحافظات كبيرة نسبيا مثل محافظة الأحمدي والجهرة تخفيف العبء على المنطقة الصحية على المنطقة التعليمية على مديرية الأمن وإلى آخره محافظتان تتوافر فيهما مقومات رؤية الكويت 2035 فضلا عن التوسع العمراني وما فيها من مناطق جديدة من وحدات سكنية كثيرة وخدمات عديدة أيضا هذا يناسب المخطط الهيكل القادم إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله أن يعني يتم مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه وأيضا إن شاء الله يتم دراسته من خلال الجهاز التنفيذي استحداث محافظات بعيدة عن العاصمة يخلق فرص استثماريه وتجاريه مما يؤدي الى تحقيق رؤيه صاحب السمو في جعل الكويت مركز مالي وتجاري عالمي. مقترح سيكون على جدول اعمال قاعه جابر الاحمد الاثنين المقبل ليكون على موعد تصويته ويخرج بقرار ينتظر امضاء وتنفيذا. احمد المسعودي لتلفزيون المجلس.